السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله النهاردة هنكمل الجزء بتاع الورك اند انرجي. عايزين ناخد طريقة جديدة، حاجة اسمها conservation of energy، ودي بستخدمها بس في المسائل اللي بيبقى فيها conservative forces. يعني ايه conservative forces؟ يعني بمعنى اخر ان انا الاقي في المسألة الجسم اللي بيتحرك او السيستم كله مفهوش غير حاجتين بس بيأثروا، الويت الاوزان بتاعت الاجسام بتاعتي والسبرنج، ان انا يبقى عندي سبرنج مربوط بالاجسام بتاعتي. طيب قانون الكونزرفيشن اوف انرجي ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان مجموع طاقه الحركه وطاقه الوضع في البوزيشن الاولاني بيساوي طاقه الحركه زائد طاقه الوضع في البوزيشن الثاني، T1 بلس V1 بيساوي T2 بلس V2. تعالوا نشوف كل حاجه من القانون دي بتعبر لي عن ايه. طبعا T1 والT2 ده الكايندك انرجي ان بوزيشن 1 وبوزيشن 2، هي طاقة الحركة في الوضع الأولاني والوضع الثاني. طيب التي بقى سواء في بوزيشن 1 أو بوزيشن 2 بتساوي إيه؟ التي الجنرال لو بتاعتها إن التي عبارة عن هاف ام في جي سكوير بلس هاف اي جي أوميجا سكوير. طب تعال نشوف كل ترم من ده بيعبر لي عن إيه. طبعا الام هي الماس بتاعة الجسم بتاعي، الفي جي هي الفيلوستي بتاعة السنتر أوف جرافيتي، الاي جي هي البولر مومنت أوف انرشيا عند البوينت جي، وشفنا في الشابتر اللي فات ازاي بنحسبها وايه الاجسام اللي المفروض ابقى حافظ الاي جي بتاعتها. الاوميجا سكوير طبعا هي الانجولار فيلوستي بتاعت الجسم بتاعي. طيب عندي قانون تاني ده مستنتجينه من الجنرال لو بتاعتي، وهو في حاله الروتيشن اباوت فيكسد بوينت. لو انا عندي على الجسم فيكسد بوينت اقدر اقول ساعتها ان تي عباره عن هاف اي عند الفيكسد بوينت مضروبه في الاوميجا سكوير. يبقى القانون الاولاني ده كان الاي جي، ولو استخدمت الاي جي لازم اجمع عليه الترم ده. طب لو هستخدم الاي عند الفيكسد بوينت، لا، يبقى التي عباره عن النص الاي عند الفيكسد بوينت دي مضروبه في الاوميجا سكوير. طيب القانون الثالث في حاله ان الجسم بتاعي بيعمل جنرال موشن، التي هتبقى عباره عن نص الاي عند الاي سي في الاوميجا سكوير. يبقى اي قانون من الثلاث قوانين دول انا اقدر استخدمهم، اقدر استخدم القانون الاولاني وده الجنرال لو ايا كان نوع الحركه اللي الجسم بتاعي بيعملها، اقدر استخدم القانون الثاني بتاع الفيكسد بوينت ده في حاله الروتيشن اباوت فيكسد بوينت، اقدر استخدم القانون الثالث ان هو النص اي عند الاي سي اوميجا سكوير ده في حاله ان الجسم بيعمل جنرال بلين موشن، وسهل بالنسبه لي ان انا اقدر اجيب الاي سي بتاعته فين. طب ده بالنسبه للتي. طبعا هنروح في البوزيشن الاولاني نشوف التي 1 بتساوي ايه، ونروح في البوزيشن الثاني نشوف التي 2 بتساوي ايه. يبقى انا كده بقى معايا التي 1 والتي 2. طيب الفي، الفي هي البوتنشال انرجي سواء في بوزيشن 1 لو انا بتكلم عن دي 1 او بوزيشن 2 لو انا بتكلم على الفي 2. طيب الفي دي البوتنشال انرجي دي بتبقى موجوده في حاجتين، تبقى موجوده في الوزن وتبقى موجوده في السبرينج. فالفي دايما عباره عن في جي زائد في سبرينج، في جي في جرافيتي بلس في سبرينج. طيب الفي جي بتساوي ايه؟ الفي جي اللي احنا عارفينها كلها طاقه الوضع بتاع اي جسم عباره عن ام جي اتش، ام جي اتش طبعا الام هي الماس، الجي هي عجله الجاذبيه الارضيه، والاتش هو ارتفاع السي جي، الاتش هنا بيمثل لي ارتفاع السي جي بتاع الجسم بتاعي عن ريفرنس انا اللي بختاره، انا مش هحدده لك في المساله، لا انت تحدده بمزاجك، بس بشرط الريفرنس اللي بتاخده ده تثبته طول المساله، يعني تحسب منه الاتش 1 اللي هي عند البوزيشن الاولاني وتحسب منها الاتش 2 اللي هي عند البوزيشن الثاني. يبقى الاتش هو ارتفاع السي جي عن الريفرنس اللي انا بختاره بمزاجي. طب ايه بلس والماينس؟ بلس لو السي جي فوق الريفرنس بتاعي، وماينس لو السي جي تحت الريفرنس بتاعي. يعني انا واخد ريفرنس معين لقيت السي جي فوقيه يبقى انا كده اخد الاشاره البوزيتيف، لقيت السي جي تحتيه اخد الاشاره النيجاتيف. طيب الفي سبرينج دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن هاف كي اكس سكوير. الكي هي السبرينج كونستنت، طبعا كلنا في الكورس بتاع الداينامكس اتعاملنا مع السبرينج وعارفين ان طاقه الوضع اللي جواه عباره عن نص كي اكس سكوير، الكي قلنا هو السبرينج كونستنت، دي هبقى مديها لك في المساله او ساعات هطلبها منك، المهم ان هي كونستنت خاصه بالسبرينج اللي هتلاقيه موجود. طب الاكس، الاكس هو التغير في طول السبرينج عن الطول الطبيعي بتاعه، الاكس عباره عن ال ماينس ال نوت، اي سبرينج لو جيت ما اثرتش عليه باي فورس بيبقى ليه طول اسمه الطول الطبيعي، بنديله رمز ال نوت. طيب ابتديت بقى اغير الطول ده سواء زودته او قللته، فالحته اللي انا زودتها او الحته اللي انا قللتها هي دي الاكس. فما نروح نشوف في البوزيشن الاولاني الاكس بتساوي كام او طوله بيساوي كام، ونسميه ال1 ونطرحه من ال نوت، يبقى انا كده جبت الاكس 1 ومنها حسبت الفي اس 1. وبنروح في البوزيشن الثاني نشوف طول السبرنج بيساوي ايه، وبعدين نطرحه من ال نوت، يبقى انا كده جبت الاكس 2 فاقدر اجيب الفي اس 2 بتاعتي بتساوي كام. خلاص قدرت اجيب التي 1 والفي 1 والتي 2 والفي 2، هنرجع بقى نعوض في المعادله الرئيسيه بتاعتي دي ونشوف ايه المجهول بتاعي. كلام سهل جدا، تعالوا نشوف مسائل.
اول مساله بيقول لي ده 60 كيلو جرام رود او اي از ريليزد فروم ريست وين ثيتا ايكوال 0 ديترماين اتس انجولار فيلوسيتي وين ثيتا ايكوال 45 ديجري بيقول لي ذا سبرينج ريمين فيرتيكال ديورينج ذا موشن اند از ان ستريتشد وين ثيتا ايكوال 0 عندي رود اهو طوله 3 متر والكتله بتاعته بتساوي 60 وابتدى الحركه من عند الثيتا بتساوي 0 طيب مهم جدا عشان اعرف احل المساله دي ان انا ارسم التو بوزيشنز اللي انا بتحرك ما بينهم عشان اقدر احدد التي 1 بتساوي ايه في 1 بتساوي ايه وبعدين ارسم بوزيشن 2 عشان اقدر اجيب منها تي 2 في 2 طب هو ايه اللي ايه ان انا ابتديت عند الثيتا بتساوي 0 ثيتا بتساوي 0 يعني الرد بتاعي افقي اهو بالمنظر ده ادي الرد بتاعي والسبرنج بتاعي قايل لي ان طول المساله هيفضل فيرتيكال هيفضل واقف بالمنظر ده راسي يبقى ادي الرد وادي السبرنج بتاعي طب بوزيشن 2 بيقول لي احسب لي الاوميجا لما يلف في زاويه 45 يلف في زاويه 45 فده بالنسبه لي هيبقى بوزيشن 2 وبرده السبرنج بتاعي لسه راسي زي ما هو يبقى انا كده قدرت اجيب بوزيشن 1 وقدرت اجيب بوزيشن 2 يبقى انا ارسمهم فاقول ادي بوزيشن 1 بتاعي وادي بوزيشن 2 جميل هو عايز ايه بقى عايز احسب له الاوميجا لما يلف في زاويه 45 وبيقول لي ان السبرنج كان ان ستريتشد عند الثيتا بتساوي 0 يبقى عند الثيتا بتساوي 0 ال L هو ال L نود فانا عرفت على طول المعلومه ان ال X1 بتساوي 0 طيب تعال نشوف بقى نشتغل الاول على بوزيشن 1 ده البوزيشن اللي قدامي ده ده بوزيشن 1 كده عايز احسب منه ال T1 وال VG1 وال VS1 او ال T1 وال V1G وال V1S طيب جميل ال T1 ب 0 عرفت منين؟ لان هو قال لي ان هو released from rest يعني اوميجا 1 بتساوي 0 فال T1 بتاعتي هتساوي 0 طيب ال V2G ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ام جي اتش طيب فين الريفرنس اللي انا هاخده؟ انا هاخد الريفرنس هو البوزيشن الافقي ده فهاخد الريفرنس اهو الخط الافقي المار بنقطه او ادي الريفرنس بتاعي طيب لما يكون ده الريفرنس بتاعي ده معناه ان الجي بتقع على الريفرنس ده يعني ارتفاعها عن الريفرنس بيساوي 0 فيطلع لي ان الفي 1 جي بتساوي 0 طيب الفي 1 اس بتساوي نص كي اكس 1 سكوير واحنا اتفقنا ان الاكس 1 دي عباره عن فرق ما بين طول السبرنج والطول الطبيعي بتاعه طب هو بيقول لي ان هو في البوزيشن الاولاني ما كانش مشدود اهو كان ان ستريتش كان في الطول الطبيعي بتاعه ده معناه ان الاكس 1 بتساوي 0 يعني الفي 1 اس هي كمان هتساوي 0 طيب نروح نبص بقى على البوزيشن الثاني طبعا الريفرنس هنا مش هيختلف البوزيشن الثاني اهو ادي البوزيشن الثاني ده بوزيشن 2 جميل بوزيشن 2 بقى انا عايز احسب التي 2 التي 2 عباره عن ايه قلنا في حاله الروتيشن التي هتبقى عباره عن نص الاي عند الفيكسد بوينت اللي هي نقطه او اوميجا سكوير فده هيساوي نص الاي للرد عند الطرف بتاعه عباره عن 1 على 3 ام ال سكوير يبقى 1 على 3 في 60 في طوله اللي هو 3 تربيع كل ده مضروب في الاوميجا سكوير احسب فالتي 2 هتساوي 90 اوميجا 2 سكوير طيب الفي 2 جي طبعا الريفرنس اهو لازم يفضل ثابت ما غيروش الجي نزلت فعشان كده حطيت اشاره سالبه ام جي اتش الام ب 60 الجي ب 9.8 من 10 طب الاتش الاتش هو الارتفاع الراسي ده اهو ده كده بيساوي ايه انا عندي الطول ده بواحد ونص والزاويه دي ب 45 فيبقى الطول ده عباره عن 1.5 ساين 45 ده الوتر ال 1.5 والزاويه 45 اهي يبقى الطول اللي انا رسمته ده عباره عن 1.5 ساين 45 اهو فيطلع لي الكلام ده بيساوي سالب 623.7 طبعا الفي الوحده بتاعتها جول طيب الفي 2 اس عباره عن ايه الفي 2 اس عباره عن نص كي اكس 2 سكوير هروح اشوف طول السبرنج في البوزيشن ده عباره عن ايه واطرحه من الطول الطبيعي طب هو قايل لي ان هو اصلا كان ان ستريتشد لما كانت الثيتا بتساوي 0 يعني الحته اللي فوق دي ابينها لك اهي الحته دي ده كده الطول الطبيعي بتاعه طب يبقى الاكس عباره عن ايه ال L كلها دي كلها ناقص الحته دي يبقى الاكس هي الحته دي بس طب الحته دي بس بتساوي ايه برده من المثلث القائم الطول ده كله بيساوي 3 ساين 45 فعشان كده يبقى الاكس بتاعتي عباره عن 3 كوساين 45 تربيع فيطلع لي ان ال V2 S بتساوي 337.5 كده بقى نعوض في القانون اللي هو T1 زائد V1 equal T2 plus V2 ال T1 وال V1 كل دول بصفار اهم اهو هنعوض بيهم هنا وال T2 اهي 90 اوميجا 2 سكوير وال V2 عباره عن V2G و V2S مجموعهم اهو هيبقى مجهول بالنسبه لي بس هي الاوميجا 2 هطلع الاوميجا 2 بتاعتي بتساوي طيب المساله اللي بعد كده بيقول لي ذا 30 كيلو جرام رود از ريليزد فروم ريست وين ثيتا ايكوال 0 ديترماين ذا انجولار فيلوسيتي اوف ذا رود وين ثيتا ايكوال 90 ديجري
The spring is unstretched when theta equal zero. عندي هنا رود طوله 1.5 متر والكتلة بتاعته بتساوي 30 كيلو جرام وابتديت الحركة من ثيتا بتساوي 0 يعني الرود بتاعي كان أفقي بالمنظر ده أدي بوزيشن 1 عايز أحسب الأوميجا بتاعته لما لف 90 درجة يعني بقى في الفيرتيكال بوزيشن بالمنظر ده أو ده هو بوزيشن 2 بتاعي طب نبتدي نبص أول حاجة هو بيقول لي ريليز فروم ليست عرفت على طول إن تي 1 بتاعتي بتساوي 0 طيب الفي في هاخد الأول المستوى الأفقي اللي هو فيه الرد في البداية ده هو الريفرنس بتاعي وبالتالي ده معناه إن الـ H في الحالة دي بتساوي 0 يعني الـ V1G هي كمان بتساوي 0 طيب الـ V للسبرينج عبارة عن half KX1 سكوير طب تعالوا نشوف في البوزيشن الأولاني الطول كله من أول هنا لحد هنا كان بيساوي 2 متر طيب لما بقى أفقي الرد نفسه طول 1.5 فاطرح الاثنين ناقص الواحد ونص فيطلع لي طول السبرنج في الحاله دي بخمسه من عشر طيب وبالتالي ال L نوت بتاعتي بتساوي خمسه من عشر طب هو ايه اللي كان ان ستريتشد لما الثيتا بتساوي زيرو ده معناه ان ال X1 بتساوي زيرو فيبقى ال V1S بتساوي زيرو طب في البوزيشن الثاني البوزيشن الثاني اهو اللي هو الوضع الراسي اللي احنا اتكلمنا عليه ده اول حاجه T2 عباره عن نص I O اوميجا 2 سكوير لان انا هنا بعمل روتيشن حوالين فيكسد بوينت اللي هي نقطه O واتفقنا ان الاي او عباره عن 1 على 3 ام ال سكوير طول الرد كله ب 1.5 يبقى 1 على 3 ام ب 30 في طول الرد ب 1.5 تربيع مضروب في اوميجا سكوير يطلع لي 11 وربع اوميجا 2 سكوير الفي 2 جي ده لما نزل هنا ارتفاعه بقى 75 من 100 بس لتحت فعشان كده خد اشاره سالبه يبقى سالب ام جي 0.75 فيطلع لي سالب 220.5 الورك بتاع السبرينج او قصدي طاقه الوضع بتاعت السبرينج مش الورك بتاعتها احنا بنشتغل بطاقه وضع مش بورك عباره عن هاف كي اكس 2 سكوير طيب هاف الكي هو مدهاني في المساله اهي ب 80 الاكس قلنا عباره عن ال ماينس ال نوت طيب ال في البوزيشن الثاني عباره عن ايه؟ ادي السبرينج بتاعه هو ده ال بتاعتي عباره عن ايه؟ ادي مثلث قائم ابعاده 1.5 في 2 يبقى الوتر عباره عن الجذر التربيعي بتاع 1.5 تربيع زائد 2 تربيع ده كده ال لازم اطرحها من ال نود عشان اجيب الاكس ال نود اتفقنا ان هي ب 5 من 10 عرفت منين لان هو قال لي لما الثيتا بتساوي 0 ده كان ان ستريتش فانا لقيت ان لما الثيتا بتساوي 0 طوله كان ب 5 من 10 يعني ال نود بتساوي 5 من 10 عوضت في العلاقه فطلعت ان ال في 2 اس بتساوي 160 برضو اروح اعوض بقى في ان تي 1 بلس في 1 ايكوال تي 2 بلس في 2 هيطلع لي مجهول واحد بس هو الاوميجا 2 هعرف اطلع الاوميجا 2 بتاعتي بتساوي كام طيب مساله ثانيه بيقول لي ذا 30 كيلو جرام رود از ريليزد فروم ليست وين ثيتا ايكوال 45 ديجري ديترماين ذا انجولار فيلوسيتي اوف ذا رود وين ثيتا ايكوال 0 ديجري بيقول لي ذا سبرينج از ان ستريتشد وين ثيتا ايكوال 45 ديجري انا عندي ادي رود اهو بالمنظر ده طوله بيساوي 1.5 متر وابتدى الحركة عند الثيتا بتساوي 45 فده كده بالنسبة لي اهو هو بوزيشن 1 لما كانت الزاوية بتاعتي بتساوي 45 طبعا انا في البوزيشن ده معايا سرعة الـ A تحت ومعايا سرعة الـ B ناحية الشمال اقدر في البوزيشن ده اجيب الـ IC ودي الـ IC بتاعتي في البوزيشن الاولاني طب تعالوا نشوف هل انا هحتاجها اصلا وانا بحسب الـ T1؟ لا مش هحتاجها ليه؟ لان هو قال لي released from rest لما الثيتا كانت بتساوي 45 فكده كده الـ T1 اللي هي عبارة عن نص الـ I عند الـ IC في اوميجا 1 سكوير بتساوي 0 لان الاوميجا 1 كده كده بتساوي 0 بس لو في مسألة تانية كان بادئ بسرعة معينة او مديني في بوزيشن ده ليه اوميجا فانا هعرف اجيب الـ IC وهعرف اجيب الـ I عند الـ IC بتساوي كده طيب بعد كده عايز احسب الـ V1G اللي هي طاقة الوضع بتاعت الوزن عبارة عن MGH على حسب انا هاخد الريفرنس فين انا هاخد الريفرنس بتاعي هو المستوى الافقي اللي تحت ده ادي الريفرنس بتاعي وبالتالي الجي هنا فوق الريفرنس بتاعي وبالتالي هاخد الاشاره موجبة يبقى MGH بالموجب الماس بتاعتي بتساوي 30 في جي ب 9.8 من 10 في الاتش الاتش اللي هو الارتفاع ده ارتفاع الجي عن المستوى الافقي ده طب انا عندي الوتر بيساوي 75 من 100 ده مثلث قائم طبعا الوتر فيه 75 من 100 والزاويه دي 45 يبقى ده المقابل للزاويه 45 هيساوي 75 من 100 ساين 45 وبالتالي طلعت الـ V1G ب 156 طيب الـ V1S السبرنج في الحاله دي بيساوي ايه؟ هو قايل لي ان الـ X1 ب 0 عرفت منين؟ لان هو بيقول لي السبرنج كان ان ستريتشد عند الثيتا بتساوي 45 يبقى في البوزيشن الاولاني خد على طول الـ V1S بتساوي 0 لان انت عندك السبرنج ان ستريتشد او الـ X1 بتاعتك بتساوي 0 يبقى V1S بتساوي 0 طب تعالوا نروح نشوف بقى البوزيشن 2 بوزيشن 2 فين؟ لما يبقى الرد بتاعي ده افقي طب الرد افقي اهو
بالمنظر ده. ادي الرد بتاعي، ادي بوزيشن 2. جميل، عايز احسب التي. طيب اما اجي احسب التي محتاج اعرف اصلا هي فين نقطة الاي سي. طيب هنجيب نقطة الاي سي ازاي؟ قلنا بنعمل عواميد على السرعات، ادي نقطة ايه سرعتها لتحت اهي. طيب البي بتتحرك ازاي؟ البي بتتحرك ناحية الشمال. طب لو جيت اعمل عمودي على سرعة الايه هيطلع الرد نفسه، ولو جيت اعمل اهو الرد نفسه اللي هو الرد اي بي. طيب ولو جيت اعمل عمودي على سرعة البي هيطلع العمودي على الرد ده. فين نقطة التقاطع بتاعتهم؟ هي النقطة دي اللي هي نقطة ايه؟ اللي هي نقطة بي. ففي الحالة اللي الرد فيها افقي نقطة الاي سي هي نقطة بي. فلما اجي اقول ان التي 2 عبارة عن نص اي عند الاي سي اوميجا سكوير، كأني بقول هي نص اي بي اوميجا سكوير. فيبقى عندي نص في 1 على 3، واتفقنا ان على الطرف ب 1 على 3 ام ال سكوير دي الاي، فيبقى 1 على 3 الام بتاعتي ب 30 في 1.5 تربيع، كل ده مضروب في الاوميجا 2 سكوير تطلع لي 11 وربع اوميجا 2 سكوير. طيب الفي 2 جي انا دلوقتي موجود على الريفرنس، يعني احنا هناخد الريفرنس هو المستوى الافقي بتاعي ده. طب كده كده الرد موجود على المستوى الافقي ده، معناه ان الاتش بتساوي 0 يبقى الفي 2 جي بتساوي 0. طب تعال نشوف بقى السبرنج. السبرنج دلوقتي طوله هيساوي ايه؟ طول السبرنج هيبقى هو متوصل من اول الرد لحد اخره، من الاي لحد البي، يبقى طول السبرنج بواحد ونص. طب الطول الطبيعي بتاعه بيساوي كام؟ هو طوله في حاله ان الثيتا كانت بتساوي 45، لان هو قال لي كان الثيتا بتساوي 45 ان ستريتشد. فتعالوا نشوف كده لما الثيتا كانت بتساوي 45 السبرنج اهو موجود، طيب طوله هيساوي ايه؟ طوله هيساوي الواحد ونص كوزاين 45. طوله هيساوي واحد ونص، ادي المثلث القائم اهو بالمنظر ده، الوتر بتاعي بيساوي 1.5 والزاويه دي ب 45، يبقى الطول ده عباره عن 1.5 كوزاين 45، يبقى ده ال نوت. يبقى ال ب 1.5، ال نوت ب 1.5 كوزاين 45، طرحتهم من بعض جبت الاكس، هو مديني الكي بتاعتي بتساوي 300، يبقى نص في 300 في 1.5 ناقص 1.5 كوزاين 45 لكل تربيع، طلعت الفي 2 اس بتاعتي بتساوي كام. نبتدي نعوض بقى في قانون حفظ الطاقه او كونزرفيشن اوف انرجي، تي 1 بلس في 1 ايكوال تي 2 بلس في 2. هنعوض، هطلع الاوميجا 2 بتاعتي بتساوي كام؟ هتطلع 3.36 راد بير سكند. طيب المساله بعد كده بيقول لي ذا 20 كيلو جرام رود از ريليزد فروم ريست وين ثيتا ايكوال 0. فين الزاويه؟ الزاويه هي الزاويه دي اللي محصوره ما بين الرد والراسي. فلما تبقى الثيتا بتساوي 0 ده معناه ان الرد بتاعي كان راسي، ادي بوزيشن 1 اهو. عايز يحسب ايه؟ بيقول لي ديترماين اتس انجولار فيلوسيتي وين ثيتا ايكوال 90 ديجري. عايز احسب الاوميجا بتاعتي لما ثيتا بتساوي 90، يعني الرد بقى افقي بالمنظر ده. يبقى ده هو بوزيشن 1 وده هو بوزيشن 2. بيقول لي ان السبرنج هاز ان ستريتشد لينث اوف 0.5 متر، يعني ال نود بتاعتي بتساوي 5/10. طيب تعالوا نشوف بقى في الحاله الاولانيه، قال لي ريليزد فروم ريست، ده معناه ان التي 1 بتاعتي بتساوي 0. طيب طاقة الحركة أو طاقة الوضع، آسف، البوتنشال انرجي بتاعت الوزن، قلنا الأول لازم ناخد ريفرنس. طب الريفرنس بتاعنا هناخده اللي هو المستوى الأفقي ده، أدي الريفرنس بتاعي أيا كان الريفرنس هتاخده فين بس لازم تثبته. طيب كده الجي بقت تحت الريفرنس عشان كده حطيت إشارة سالبة. طب ارتفاع الجي عبارة عن إيه؟ هيبقى نص طول الرد، طول الرد كله ب 2 يبقى نص طول الرد ب 1، يبقى نيجاتيف إم ب 20 جي 9.8 في الاتش اللي هي بواحد، فيطلع لي بسالب 196. طيب طاقة الوضع بتاعت السبرنج عبارة عن هاف كي اكس 1 سكوير. طيب الاكس 1 اجيبها ازاي؟ اجيب طول السبرنج واطرحه من الطول الطبيعي بتاعه. طب طول السبرنج في بوزيشن 1 بتساوي ايه؟ فين اصلا السبرنج في بوزيشن 1؟ اهو اللي هو المد ده كله. لو قفلت مثلث كده اهو بالمنظر ده، المسافة دي بتساوي 2، دي المسافة الأفقية بتاعتي بتساوي 2. طب المسافة الرأسية عبارة عن طول الرد اللي هو ب 2 زائد الحتة دي اللي هي ب 1، فيطلع لي إن المسافة الرأسية كلها ب 3، يبقى طول السبرنج عبارة عن الجذر التربيعي 3 تربيع زائد 2 تربيع ناقص الطول الطبيعي بتاعه اللي هو 5/10، يبقى ناقص 5/10. كل ده تربيع لأن القانون فيه إكس سكوير، فيطلع لي الرقم ده. طيب الـ T2 فين الرد؟ الرد بقى أفقي بالمنظر ده، برضه عبارة عن نص اي عند الفيكسد بوينت اللي هي نقطة A مضروب في الأوميجا 2 سكوير. اتفقنا إن الرد الطرف بتاعه الاي عبارة عن 1 على 3 ام ال سكوير، يبقى 1 على 3 الماس بتاعتي ب 20
في ال L اللي هو طول الرد اللي هو ب2، فيبقى 2 تربيع. كل ده مضروب في اوميجا 2 سكوير، واوميجا 2 هي دي اللي انا عايز اجيبها. طب ال V2G دلوقتي الرد بقى على المستوى الافقي، الرد على المستوى الافقي معناه ان ال H بتساوي 0، يبقى ال V2G بتساوي 0. طيب ال V بتاعت السبرينج عباره عن نص K X2 سكوير. طيب دلوقتي في البوزيشن الثاني السبرينج بقى عامل ازاي؟ السبرينج اهو ده الرد بتاعي افقي بالمنظر ده، والسبرينج اهو ادي السبرينج. الطول ده بيساوي ايه؟ الطول ده مدوني في المساله بواحد ناقص ال L نود اللي هي ناقص 5 من 10، يبقى 1 ناقص 5 من 10 فيديني ال X2 ب 5 من 10، فيطلع لي ان ال B2S بتساوي الكلام ده. طبعا نعوض في القانون بتاعي T1 plus V1 equal T2 plus V2، هطلع الاوميجا 2 بتاعتي بتساوي 4.53 راد بير سكند. المساله اللي بعد كده بيقول لي when the cylinder 10 كيلوغرام بار AB is horizontal it is at rest and the spring is unstretched، يبقى هو كان ساكن ما بيتحركش، وفي نفس الوقت السبرينج كان unstretched. بمعنى اخر ان في الحالة دي الطول الطبيعي بتاع السبرينج اللي هي ال نود بتاعتي عبارة عن 1.5. بيقول لي determine the stiffness k، عايز الكي بتاعت السبرينج so that the motion of the bar is momentarily stopped when it has rotated clockwise 90 degree. عايز احسب الكي بتساوي كام بحيث ان الرد بتاعي ده يقف ما يتحركش لما يلف 90 درجه مع قارب الساعه، فيبقى راسي بالمنظر ده. يبقى البوزيشن الافقي ده هو بوزيشن 1 بتاعي ده اللي هو مدوني في المساله، والبوزيشن الراسي ده هو بوزيشن 2 ده ما في 90 درجه كلوك وايز. طب طبعا انا ابتديت فروم ريست، ده معناه ان التي 1 بتاعتي بتساوي 0. طب الفي 1 جي هاخد الريفرنس ازاي؟ هاخد الريفرنس هو المستوى الافقي ده اهو، ده الريفرنس بتاعي، وبالتالي في الحاله دي الجي على المستوى على الريفرنس اللي انا واخده، وبالتالي ال H1 بتساوي 0، فيطلع لي ان ال V1G بتساوي 0 اهو. طب ال V1S عباره عن نص K X1 سكوير، هو ايه اللي اصلا في البوزيشن الاولاني ده كان السبرينج ان ستريتش، ده معناه ان ال X بتساوي 0 يعني ال V1S بتساوي 0. طب تعالوا نشوف بقى T2 و V2 و VS2 او V2S. طيب انا عندي هو قايل لي ان لما اوصل عند ال 90 الرد بتاعي ده هيقف، يعني الاوميجا 2 بتساوي 0 يعني التي 2 برضه هتساوي 0. طيب الفي 2 جي بقى انا نزلت اهو بقى الرد بتاعي راسي. طيب المسافه اللي انا اتحركتها تحت او الجي المسافه اللي هي تحت الريفرنس بتساوي ايه؟ تساوي نص طول الرد، الجي دايما في نص الرد، فطول الرد كله ب 1.5، يبقى النص بتاعه ب 75% سالب لان انا تحت الريفرنس، ام ب 10 في جي ب 9.8 في الاتش اللي هي ب 75%، فيطلع لي الفي 2 جي بتساوي الكلام ده. طيب الفي 2 اس عباره عن نص كي اكس 2 سكوير بتساوي نص كي، ده هو الانون بتاعي اللي انا عايز اطلعه في طول السبرنج ده عباره عن ايه؟ ده عندي مثلث قائم ابعاده 3 والارتفاع ده ب 1.5، يبقى الجذر التربيعي ل 1.5 تربيع زائد 3 تربيع كده جبت طوله، ناقص الطول الطبيعي اللي هو يبقى ناقص 1.5، كل ده تربيع لانها اكس سكوير، فاحسب الكلام ده يطلع لي 1.71 كي. برضه نعوض T1 plus V1 equal T2 plus V2، هنطلع هيبقى عندي معادلة واحدة بس فيها مجهول واحد هو الكي، هطلع الكي بتاعتي بتساوي كام؟ فيطلع لي إن الكي بيساوي 42.98 نيوتن لكل متر. طيب نفس المسألة اللي فاتت بالظبط، بس الفرق إن هو هنا قال لي هيثبت لما يلف زاوية 45 مش هيلف زاوية 90، فكل اللي هيفرق معايا هو بوزيشن 2. طيب بوزيشن 1 أهو أفقي بالمنظر ده، وبوزيشن 2 بدل ما كان راسي زي المساله اللي فاتت لا هيبقى عامل زاويه 45 بالمنظر ده، فده بوزيشن 2 بتاعي. طيب ال T1 وال V1G وال V1S كل دول ما اتغيروش بصفار، T1 ب 0 لان ستارتد فروم ليست او ريليزد فروم ليست، V1G ب 0 لان انا واخد الريفرنس نفسه على الرد لما كان موجود افقي، وال V1S بتساوي 0 لان في البوزيشن ده كان ان ستريتش، يبقى عرفنا ليه كل واحده منهم بتساوي 0. طيب ال T2 بتساوي 0 ليه؟ لان هو قال لي هيقف so that the motion of the bar is momentarily stopped، فبالتالي ال T2 بتاعتي بتساوي 0. طيب ايه اللي هيبقى معايا؟ هيبقى معايا ال V2G وال V2S. طب ال V2G هتساوي ايه؟ نيجاتيف MGH2. طيب ال M عندي ب 10، ال G ب 9.8، طيب ال H، ال H هو الارتفاع ده اهو. طب الارتفاع ده بيساوي ايه؟ انا عندي مثلث قائم الوتر بتاعه ب 75%، والزاويه اللي عاملها ب 45، يبقى 45 75% ساين 45 فطلعت ال V2G بتساوي كام؟ طيب
انا عايز احسب بقى الورك بتاع السبرينج البي 2 اس بتساوي ايه. طب عباره عن هاف كي الكي دي اللي انا عايزها في الاكس 2 سكوير. طب عشان اجيب الاكس 2 محتاج ايه؟ محتاج اطلع طول السبرينج في البوزيشن ده بيساوي ايه. طب هطلعه ازاي؟ انا عندي ده كله بواحد ونص، وعندي ده كله بتلاتة، وعندي الزاوية اللي ما بينهم بخمسة واربعين. يبقى اقدر اجيبها باستخدام الكوزاين لو. الكوزاين لو بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان ال سكوير، ادي ال ده اللي هو طول السبرينج، بيساوي واحد ونص تربيع زائد تلاتة تربيع ناقص اتنين واحد ونص في تلاتة في كوزاين الزاوية اللي ما بينهم. تاني هجيبها بالكوزاين لو. كوزاين لو بتقول لي ان طول اي ضلع في مثلث تربيع بيساوي مجموع الضلعين التانيين تربيع، يعني ال 2 سكوير اللي هي تبقى 1.5 سكوير زائد ال 3 سكوير اللي هي تبقى 3 سكوير ناقص 2 حاصل ضرب طول الضلعين اللي هو ال 1.5 في 3 في كوزاين الزاويه اللي هي كوزاين 45. بعد ما اخد الجذر بتاع الكلام ده هجيب ان الطول بيساوي 2.21 من 100 ناقص الطول الطبيعي اصلا اللي هو كان 1.5، فطلع لي ان ال V2 S بتساوي ربع كي. نبتدي نعوض T1 بلس V1 ايكوال T2 بلس V2، هيطلع لي معادلة واحدة بس فيها مجهول هو الكي. هقدر اطلع الكي بتاعتي بتساوي 207.88 من 100 نيوتن لكل متر. طبعا الطريقة دي سهلة جدا، بس زي ما قلنا ما بنستخدمهاش الا لو انا عندي conservative forces، بس عندي اوزان، عندي سبرينج موجودة عندي في المسألة بعوض. وزي ما شفنا المسائل وطريقة الحل سهلة وما فيهاش اي مشكلة. شكرا وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.